وينضم إلينا من بغداد عبر الأقمار الصناعية دكتور عباس الجبوري، المحلل السياسي والباحث في الشأن العراقي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك عزيزي وبقناة التغيير الفضائية. حياكم الله دكتور عباس. يعني دعني أبدأ الآن من عملية 15 عاما الماضية التي تعودنا فيها بالإملاءات والتدخلات في عملية تنصيب الوزراء في كل حكومة عراقية. اليوم يتساءل المواطن العراقي، هل معقول بأن السيد عادل عبد المهدي اليوم لديه فعلا كافة الصلاحيات من دون أي تدخلات من هنا أو هناك في عملية تنصيب الوزراء القادمين؟ لأن الكثيرون حقيقة يعني لا زالوا يعتقدون بأننا لازلنا في العراق ولسنا في دولة أوروبية لكي يتحصل على كل هذه الصلاحيات. هل هي بالفعل على واقع الأرض 100% صلاحيات واقعية أم الإملاءات ستأتي هنا وهناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ أحمد وتحية لزميلتك وتحية لمشاهدي قناة التغيير الفضائية. يعني اليوم ليس غائب عن المشهد يعني السياسي لكل المتطلعين، يعني ما مفروض منهم أن يغيب عن بالهم ماذا حدث خلال هذه 15 عام، 15 عام، وكيف كانت الحكومات في كل مرحلة انتخابية تشكل أما بإرادات دولية أو بإرادات أخرى داخلية ولكن بشكل محاصصة. هذا العام هو يعني هذه الانتخابات وما جرى من الانتخابات، واليوم حينما أمضينا في تشكيل الحكومة أيضا اخترقنا الدستور لأكثر من مرة. يعني لا يمكن اليوم أن نسلم ونقول نحن نطبق الديمقراطية بكل مفاهيمها، لكن كبداية تشكيل حكومة نقول أنه نريد أن نتفائل بعض الشيء، لكن هل هذا التفاؤل يطول؟ لدينا واقع ولدينا معطيات، بموجب هذه المعطيات يجب أن نتحدث بشكل يعني صحيح وصريح وأن نكاشف جمهورنا إعلاميا من خلال الحديث اليومي ومن خلال ما نراه في المشهد السياسي. يعني اليوم السيد المكلف بتشكيل الحكومة السيد عادل عبد المهدي يرتكز على 3 نقاط، إذا هذه النقاط حققت إنجاز ممكن أن يقدم على الإنجازات الأخرى. هذه النقاط 3 هي الملف الأمني، ملف الفساد، والملف الدولي. يعني إذا ما ينبسط الأمن في العراق بشكل صحيح لا يمكن أن تنجز الحكومة مهامها. وأيضا ملف الفساد، هل يستطيع أن يوقف المفسدين عند حدهم؟ يحتاج إلى قوانين، يحتاج إلى إجراءات، يحتاج إلى عمل كبير. هل تقبل الكتل السياسية أن تكشف عن أموالها وما سرق خلال 15 عام؟ حيتان الفساد يقبلون بمكافحة الفساد؟ هذه النقطة الأخرى. النقطة الثانية النقطة الدولية، كيف يستطيع المكلف بتشكيل الوزارة مواصلة العمل مع الدول والمحيط الإقليمي والعربي كما ذهب سلفه السيد حيدر العبادي؟ إذا تحققت هذه الملفات 3 سوف يسعى لتشكيل حكومة ربما تفتح الملفات الأخرى، ملف الاقتصاد، ملف النفط، ملف المياه، التعليم، الخدمات إلى ذلك. لكن اليوم كما نرى في المشهد السياسي أين هي الصلاحيات التي منحت للسيد عادل عبد المهدي؟ من منح هذه الصلاحيات؟ هل الكتل السياسية تتنازل عن حصصها وعن مقاعدها الانتخابية وتسمح لهذا الرجل أن يمضي في تشكيل حكومة نموذجية كما يراد لها؟ أنا أقول لك هناك كثير، لا أريد أن أكون متشائم، ولكن كما ذكرت لك أنا أتعامل بالواقع الملموس. يعني اليوم هو قال لا يمكن لنائب أن يكون وزير، وهذه حالة صحيحة. يعني النائب الشعب انتخبه حتى يكون نائب بالبرلمان، حتى يكون ممثل شرعي للصوت الذي أخذه، لكن احنا نشوف اليوم معظم النواب يتسابقون ليصبحوا وزراء، وهذا طبعا لا يجوز. أما بعض الأشخاص الذين فشلوا في الانتخابات اليوم يحاولون أن يحصلوا على مناصب ووزارات. طيب ما أنت يا أخي فشلت في الانتخابات، ما وصلتك الإرادة الشعبية، ما اختارتك الناس، ما جابتك الأصابع البنفسجية، أنت تريد تجين تصير وزير؟ لا طبعا
هاي الإشكالية ربما سيواجه السيد عادل عبد المهدي هذه الأسس مع الكتل السياسية. الكتل السياسية لديها أسماء تريد اليوم أن تمررها، هل تسمح للسيد عادل عبد المهدي أن يمضي بأسماء خارج هذه الكابينة، خارج هذه الكتل، خارج هذه الأحزاب لتشكيل حكومة؟ أنا حتى أكون واضح وصريح، لا يمكن، لأن هذه الأحزاب تريد حصة، لأننا نحن ماضون في المحاصصة. اليوم المحاصصة حاضرة، تم انتخاب رئيس برلمان سني، رئيس كردي، اختيار شيعي ورئيس وزراء شيعي، إذن المحاصصة موجودة. لكن ربما التجديد هذا العام أعطى طابع آخر، ربما المقبولية للأشخاص الذي تم انتخابهم. لكن احنا اليوم تجاوزنا كثير من مفاهيم الدستور حتى نمضي. اليوم البلد يحتاج إلى حقيقة، يحتاج إلى عمل كبير. يعني هل يستطيع رئيس الوزراء القادم، هل يمتلك عصا سحرية حتى يستطيع معالجة كل هذه المشاكل؟ طيب دكتور، حتى لا نخرج، حتى لا نخرج من المحور المهم، كثير كثير جدا. طيب دكتور، لكن يعني هنالك قضية مهمة، يعني الحزب الشيوعي العراقي مثلا أكد التزامه بموضوع عدم وضع أو ترشيح أي أحد من حزبه، أيضا بعض الأحزاب الأخرى أكدت هذا الموضوع بالالتزام بكلام السيد مقتدى الصدر. يعني ألا تعتقد بأن اليوم لو جاءت الكتل السياسية وأملت ما أملت به على السيد عادل عبد المهدي، من الممكن أن يكون هذا الأمر مخالف لما تحدث به السيد مقتدى الصدر وكذلك الكتل السياسية والأحزاب وسائرون بشكل عام والكثير اليوم من المطالبات، ومن الممكن يعني أن ندخل في مرحلة انتفاضة خطيرة جدا تحدث بها سيد مقتدى الصدر حقيقة؟ طبعا شوف، احنا خلينا استاذ احمد نناقش الموضوع بشكل مهني. يعني السيد مقتدى الصدر هو الوحيد الذي لم يسمح لنواب السابقين بالترشيح للانتخابات، وهذه خطوة ممتازة صراحة. اليوم كان واضحا وصريحا قال نحن لا نريد أي مناصب وزارية، وهذه أيضا خطوة أخرى. هل يا ترى لو جاءت الكتل الأخرى بوزراء غير قادرين على العمل ستمشي الأمور كما يريدون؟ لا، أكيد سيكون هناك موقف للشارع العراقي. أنت تدرك سيدي اليوم الشارع العراقي تغير كثيرا بعد انتفاضة البصرة، الناس بدأت تتكلم، الناس لا تخاف، الناس تريد حقوق، لديها مظلومية حقيقية. إذن اليوم الحكومة التي تأتي لتتشكل ولا تنجز أشياء، ربما أول من سيواجه هو يواجه الجمهور. وما دعا له السيد مقتدى الصدر في تغريدته الأخيرة وهي واضحة تماما، أن رئيس الوزراء القادم إن لم يعمل، وحتى قالت المرجعية رئيس الوزراء القادم إذا ما عمل سوف يكون هناك تصرف للجماهير، وربما يختلف هذه المرة. وهذه إشارات واضحة، يعني ربما يكون جرس إنذار لكل الكتل السياسية والأحزاب التي تريد اليوم المشاركة في العملية السياسية، عليها اليوم أن تتنبه إلى اختيار رجال قادرين، مهنيين، اختصاصيين، يستطيعون العمل بالوزارات وإنجاز ما يمكن إنجازه. أما إذا بقت هذه المجاملات وهذه يعني التقاطعات وهذا التقاسم للحصص، وأنا أحصي هذه الوزارة وأنت حصتك هذه الوزارة، ربما سنمضي إلى متاعب أخرى، لأن الشارع العراقي اليوم لا يتحمل حقيقة، يعني لا يتحمل. طيب دكتور عباس، لكن يعني في حديثنا عن السيد مقتدى الصدر وعن تغريدته حول السيد عادل عبد المهدي بأنه أعطى السيد عادل عبد المهدي سنة كاملة للقيام بالإصلاحات وإلا ستقوم انتفاضة كبيرة من قبل الجماهير، يعني السؤال الأكبر هنا، هل من الممكن لـ15 عاما من الدمار من الممكن أن نلقى سنة واحدة فقط تصلح كل هذا الدمار الذي حدث في الـ15 عاما الماضية؟ العراقيون اليوم يعني لا يتوقعون بأن هذا الأمر ممكن تحقيقه، خاصة أن الأموال يعني لا زالت هنالك عدم ثقة في عملية صرف هذه الأموال على المشاريع المطلوبة للمواطنين، وما عدا التأخيرات التي دائما ما تحدث لشهور طوال. يعني هل تعتقد سنة كافية لهذه الحكومة لإثبات عملية الإصلاحات بشكل كامل؟ طبعا سنة غير كافية، لأن كما ذكرت أنت هناك تراكمات كثيرة. يعني اليوم السيد المكلف برئاسة الوزراء حقيقة يعني لا يحسد على موقفه، يعني اليوم أمام تحديات كبيرة، وقد ذكرها اليوم السيد أكرم الكعبي في
في رسالة كبيرة وعريضة إلى السيد رئيس الوزراء المكلف، وقال له إنك اليوم ربما يريدون أن يهنوك، ولكن أنا لا أهنيك، أنا أعرف حجم التحديات التي ستكون فيها. إن كان اليوم السيد عادل عبد المهدي أن يريد أن يمضي، عليه أن يذهب إلى الفقراء ويجلس معهم، عليه أن يذهب إلى الثكالى، عليه أن يذهب إلى المعوزين، عليه أن يكون بين أبناء شعبه. أما اليوم أن يبقى في هذا النفاق السياسي حقيقة لا يستطيع، وهذا ما ذكره اليوم له الشيخ أكرم الكعبي في رسالته. حقيقة اليوم مطلوب من عند العمل الكبير، لكن يا ترى إذا كانت تقاطعات الكتل وتحازب الكتل ربما هل يستطيع أن يعمل بكل جدية؟ أنا أقول لك ربما هذه السنة لا تستطيع أن يخطو أقل الخطوات، لأن لدينا تراكمات كبيرة، لدينا ديون، لدينا ملفات في الخدمات، لدينا فساد إداري ينخر البلد بأكمله. لحد هذه اللحظة لم يكافح الفساد بشكل كبير، لا زال المفسدين، مع جل احترام للخيرين، لا زال بعض المفسدين يتواجدون في كل مكان، ولحد هذا اليوم هم يتقاضون الرشوة والمحسوبية على حساب هدر الأمال العراقي. هذه كلها مشاكل، لدينا إشكالات أمنية، لحد الآن لم يكون السلاح بيد الدولة، يحتاج نظرة عميقة إلى الأمن. إن لم يستتب الأمن بالعراق لا يستطيع أي مسؤول أن يعمل وفق الإرادة الشعبية اللي يريدها. طيب دكتور عباس، هل سيتجرأ؟ ربما تكون هذه السنة غير كافية لهذه المرحلة، لأنه هناك الكثير من العمل يحتاج إلى جهد كبير واستثنائي. طيب دكتور عباس، هل سيتجرأ الفساد أن يتحدى السيد عادل عبد المهدي الذي هو يمتلك اليوم الصلاحيات الكاملة إلى القيام بالإجراءات المطلوبة منه كرئيس وزراء، بما أنه اليوم مطالب بكل الإصلاحات خلال سنة، بالتالي هو يحتاج إلى الصلاحيات وهي ممنوحة له اليوم، وهذا الأمر واضح؟ يعني ألا تعتقد بأن اليوم الفساد في موقف صعب على عكس التوقعات وعلى عكس ما تتحدث به أنت الآن؟ أنا أشوف، أنا أتحدث لك بشكل واقع أستاذ أحمد. مكافحة الفساد يحتاج لقوانين، هذه القوانين بموجب هذه القوانين يتم إيقاف المفسدين، لكن هم المفسدين منين؟ خلينا نكون واقعيين، المفسدين بعضهم كبار، بعضهم وظفوا الفساد بشكل قوانين، بعضهم يأخذ بصورة شرعية من خلال قوانين. طبعا يجب اليوم أن لا يقف رئيس الوزراء وحده لمكافحة الفساد، هناك شرفاء في هذا البلد وهناك رجال حقيقي يستحقون التقدير في هذا البلد، عليهم اليوم أن يقفوا مع هذه الصلاحيات التي منحت للسيد عادل عبد المهدي حتى يستطيع مكافحة المفسدين. أما إذا بقل يعني المكافحة بدون قانون، يعني اليوم أنت هذا السارق إذا ما عندك قانون وقوة تجيبه حتى تودع بالسجن وتشوف شنو عنده ما عنده، يلا تقدر تحقق رغبات المجتمع وتمشي وفق خطة مدروسة، لكن أنت إذا ما تمتلك هذه القوانين كيف لك أن تكبح جماح المفسدين؟ إذا ليس السيد المكلف برئيس الوزراء وحده، يجب أن يقف معه كل المخلصين الذين يتواجدون في المشهد السياسي حتى يقف المفسدين على أقل تقدير، حتى يستطيع الرجل أن يعمل وفق برنامج هو واضعه، وأن لا تفرض عليه الإرادات. إن فرضت عليه الإرادات وفرضت عليه وزراء فاشلين، أنا أقول لك لن يستطيع إنجاز أي شيء، وهذا ليس تشاؤم، ولكن اليوم نقول للسيد المكلف بتشكيل الوزارة عليك أن تخطو خطوات إيجابية وأن تتخذ قرارات وفق ما خولت به من صلاحيات حتى تمضي بتشكيل كابينة وزارية أنت قادر على محاسبتها حين تقفق، ولا تترك هذه الكابينة رهينة للأحزاب والكتل تتلاعب فيها، عليك أن تكون أنت صاحب القرار ومعك الشرفاء، ربما تستطيع أن تكبح جماح المفسدين. طيب هنالك مطالبات بمنح الوزارات الأمنية إلى شخصيات مستقلة، أو حتى العديد من الوزارات الأخرى أيضا، البعض فضل بأن تكون الشخصيات مستقلة أيضا، يعني هل تعتقد بأن هذا الأمر ممكن تطبيقه في بلد يوجد فيه 251 حزب وكتلة سياسية، يمكن أكثر بلد يعني يمتلك أحزاب على مستوى العالم، هل من الممكن تحقيق هذا في ظل الظروف الجارية في العراق وفي ظل الكتل السياسية والإملاءات التي تعود عليها المواطن العراقي؟ يعني حقيقة أستاذ أحمد، أنا برأيي بصراحة لا أعتقد أن يكون
تلك المناصب بعيدة عن الأحزاب والكتل السياسية. يعني حتى إذا ما جابت من عندها راح تجيب، يعني هي ترشح هذه الأشخاص، وأكيد هذه الأشخاص سيكون ولاءها مطلق لهذه الأحزاب والكتل السياسية. يعني إحنا خلينا نكون واقعيين، يعني من أين نجيب رجال؟ قابل نستورد من غير دولة؟ اللي موجودين ذولا عندنا بالساحة هم يتبادلون، يعني يتبادلون الوزارات فيما بينهم، ويتبادلون المواقع السياسية فيما بينهم. إذن لن يكون هناك ذلك التغيير. يعني حتى لو يريد يجيب تنقراط، يريد يجيب مستقلين، ذول المستقلين من يرشحهم؟ ترشحهم الكتل السياسية والأحزاب. وأكيد هذا الوزير اللي يجي مستقل تنقراط اختصاصي سيكون ولائه للحزب الذي رشحه. ما أعتقد إحنا وصلنا إلى مرحلة بأن الوزير يجلس على كرسية ويتخذ كافة الصلاحيات ولا يلتفت إلى كتلته ولا حزبته. أصلاً ما يقدر يشتغل، خلينا نكون واقعيين. لكن عندما يقف الشرفاء، يتعاضد الشرفاء من السياسيين ومن الأحزاب ومن الذين يؤمنون بوحدة العراق، من الشخصيات المهمة مثل السيد مقتدى الصدير والآخرين الذين يحبون هذا البلد، أكيد سوف تمضي الكابينة الوزارية بشكل صحيح. لكن إذا ظلت بهذا الشكل أعتقد لا يمكن أن نأتي ببعيد إلى هذه الوزارات، ربما تكون بعض الوجوه المكررة. طيب، لكن هنالك حقيقة، يعني بالكلام عن الأحزاب وعن المستقلين وعن الوزارات، يعني عندما بغض النظر عن ذلك، عندما نتكلم عن الكفاءات، يعني نحن لدينا مثلا السيد قاسم العرجي على سبيل المثال والسيد عرفان الحيالي، تحالف البناء اليوم طالب بإعادة ترشيح هؤلاء الوزراء بسبب الكفاءة التي يمتلكونها، بسبب النتائج التي أتوا بها. نعم، المواطن العراقي اليوم يتهم الحكومة العراقية بالفشل بالكثير من الوزارات، لكن وزارتي الداخلية والدفاع قدمت الكثير من الجهد الكبير خاصة في ظل هؤلاء الوزيرين. يعني هل تعتقد بأن إعادة الترشيح هنا يعني عملية سهلة بسبب الكفاءة، بغض النظر إذا كان مستقلا أو ينتمي إلى حزب؟ يعني ألا تعتقد بأن هذا الأمر منصف على الأقل بالنسبة للفترة القادمة؟ حقيقة يعني خلينا نكون واقعيين، هم كلهم ولد بلدنا وكلهم أخواننا وأعزاء علينا. وعندما نتحدث عن أحد الوزراء أو عن أحد الشخصيات السياسية نتحدث بشكل مهني وعن المهنة والوزارة وليس عن شخصيته. نعم، أنا أقول لك وزير يعني وزارة الداخلية ووزارة الدفاع حقيقة يعني أنجزت ما أنجزته خلال هالفترة، وليس فقط هذين الوزارتين، يعني عندنا وزارة الشباب، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أيضا كانت وزارات يعني فيها وزراء استطاعوا العمل خلال هذه الفترة وإنجازاتهم يعني واضحة. إحنا دائما نحترم الإنجازات، ولكن ربما يكون الإخفاق عندما يكون شمولي، ربما تضيع جهود هؤلاء الوزراء الذين رأيناهم. وهناك أيضا كثير من الوكلاء والمدراء العامين عملوا بشكل صحيح، عملوا بمهنية، عملوا بإخلاص، يعني هذا لا يمكن أن نتناساه. ولكن عندما يكون الهيكلية الكبيرة للوزارة تخفق، ربما يضيع جهد هؤلاء الذين نتحدث عنهم اليوم. طيب، لكن السيد مقتدى الصدر طالب حقيقة مؤخرا بأن يكون أن تكون وزارتي الداخلية والدفاع بإشراف السيد عادل عبد المهدي. يعني السؤال هنا الذي طرح حقيقة، وهذا كلام الكثير من العراقيين، يعني السيد عادل عبد المهدي هو رجل اقتصادي، وهو وزير للنفط سابقا، وهو أيضا كان أيضا نائبا لرئيس الجمهورية، يعني هو لا يمتلك الكثير من ممكن المعرفة بالنسبة لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. يعني هل تعتقد بأن إشرافه على مثل هاتين الوزارتين بشكل مباشر قد لا يكون بالاختيار الصائب هنا؟ لا أكيد هو راح يكون عنده مستشارين بهذا الخصوص. يعني لا يمكن للرجل أن يعمل لوحده، سيكون له يعني مستشارين في الداخلية ومستشارين في الدفاع، ولديه رؤية وتقدم له رؤية. لأن أنت رئيس الوزراء، هو رئيس لمجلس الوزراء، يعني عنده مجلس، هذا المجلس كل واحد يشتغل ضمن اختصاصه وكل واحد يشتغل ضمن وزارته، فأكيد هو راح يكون له مستشارين يساعدونه في هذا الجانب. نعم، هو رجل اقتصاد، ولكن عندما يكون هناك وزير للداخلية ووزير للدفاع وهناك مستشارين يوصلون كافة المعلومات لرئيس الوزراء، أكيد ستعمل هذه الوزارات بشكل صحيح وبشكل مهني وبعيدا عن الفوارق التي نتحدث عنها اليوم
بين العمل المشترك بين هذه الوزارات. طيب الحكومة العراقية يعني وصفت القادمة حقيقة بأنها حكومة خدمات، وهذا يعني الأمر مهم جدا اليوم بالنسبة للعراق، لكن يعني مثل هذا الوصف أنت كما تعلم بأن مدينة الموصل على سبيل المثال اليوم، يعني صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحدثت في آخر مقال لها متعلق في الموصل بأنه لا زالت هنالك ألغام كثيرة قام بنصبها تنظيم داعش الإرهابي، لا زالت الجثث موجودة، لا زالت يعني ركام الدمار موجود في مدينة الموصل. يعني كيف للحكومة العراقية أن تمضي بالأربع سنوات القادمة بتنظيفها؟ أنت يعني هنالك توقعات بأننا نحتاج إلى سنتين فقط لتنظيف الشوارع وإزالة الألغام وتأمين المنطقة وحتى من الخلايا التي تنشط هنا وهناك لتنظيم داعش. يعني أنا أعتقد بأن الموصل بحد ذاتها تحدي أخطر وأكبر حتى من البصرة. طبعا كلامك كله صحيح، ولكن إذا تضافرت الجهود بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة في الموصل والقوات المسلحة الموجودة وفصائل المقاومة والحشد الشعبي وكل القوى الأمنية اللي موجودة داخل الموصل بالإضافة إلى الوزراء ضمن الحكومة العراقية المقبلة، إذا تضافرت هذه الجهود زائد المواطنين والخيرين والمنظمات الدولية سوف نمضي في إنجاز يعني إعمار هذه المحافظات، مو فقط تنظيفها من الألغام. إذن يجب أن يكون هناك وعي، يعني تشوف الحكومة وحدها لا تستطيع أن تعمل إن لم يكن هناك وعي جماهيري، إن لم يكن هناك وعي مجتمعي، إن لم تكن هناك إرادة شعبية حقيقية. إذا تضافرت الجهود نستطيع أن ننجز الكثير الكثير، لأن نرى لدينا تجارب في الشعوب، كثير من الشعوب فيتنام، إندونيسيا، اليابان بدأت من الصفر وكملت نفسها. إذا كانت هناك إرادة شعبية وإذا كانت هناك إرادة حقيقية وتتضافر كل الجهود من خلال المفاصل الحكومية في الحكومة المحلية وحكومة المركز، أكيد سننجز الكثير وسنحقق الكثير. طيب دكتور، لكن أنت يعني دائما تحب الحديث عن واقع الحال وعن المعطيات. اليوم يعني نحن لدينا فساد أكبر من الفساد الموجود في إندونيسيا أو في أي بلد ثاني من البلدان التي ذكرتها، وكذلك يعني هنالك مشكلة ميليشيات ومشكلة ولايات متحدة أمريكية وإيران وصراعات، كل هذه في ظل المهلة المحددة التي أعطيت للحكومة العراقية، التوقعات حقيقة تذهب بالشكل السلبي بأن هذه المحافظات المنكوبة مثل على سبيل المثال النينوى على سبيل المثال أو الموصل، يعني لن تتمكن حقيقة الحكومة من تقديم الكثير لها على واقع الحال. هل تعتقد بأن هذه الظروف على الرغم من تضافر الجهود يعني لن تقدم الكثير في ظل المعطيات التي تحدثت لك عنها؟ هل تتفق معي؟ نعم أنا معك، يعني أنا ذكرت لك أستاذ أحمد التحديات كبيرة، ولكن هل نتوقف؟ يعني إذا كانت لدينا تحديات كبيرة بحجم التحديات الموجودة اليوم، فساد إداري، ألغام منتشرة، بيوت مهدمة، يعني هي مو فقط الموصل، ترى المنطقة الغربية كثير من مدنها لحد الآن لم يتم إعمارها، هل نتوقف؟ لا، احنا ما راح نتوقف، يعني ولا على الحكومة القادمة، انا حسب توقعاتي ستبدأ في العمل، لكن احنا نقول لمدة سنة اذا انجزت ما انجزتها مقارنة بهذا العام سوف تشكر عليها، لكن اذا حصلت اخفاقات لازم ايضا نشخص هذه الاخفاقات، لكن احنا الان لحد الان ما عملنا، لا يمكن ان نقيس الظروف من الان، دعنا ننطي فرصة لمدة سنة، بعد هذه الفرصة نجلس ونتحدث عن الإخفاقات، لكن اليوم علينا أن نؤكد بأنه هناك كثير من التقاطعات اليوم، هذه التقاطعات هي مسؤولية السياسيين، يجب أن تنتهي، يجب أن يلتفت الكل لبناء العراق اقتصاديا، عسكريا، أمنيا، سياسيا، أن تنتهي كل هذه الخلافات، هذا يحتاج لجهد ويحتاج لوقت ويحتاج لناس مخلصين. نعم ربما السنة لا تكفي، ولكن إذا تحقق شيء خلال هذه السنة أكيد سيكون هناك كلام ثاني، ربما السنة التي تليها سيكون الإنجاز أكثر، خاصة ونحن اليوم أمام صعود النفط، يعني النفط الآن ضاعف المبلغ ماله، أصبح اليوم لحد هذا اليوم 86 دولار، هذا يعني بأن الموازنات ستكثر، لدينا فائض من الأموال إذا استخدم بعيدا عن المفسدين الذين نتحدث عنهم، إن شاء الله سنمضي في بناء ما يمكن بناءه لهذه المدن
المحررة حقيقة والتي يستحق أهلها كل تقدير، لأن فعلا عانوا معاناة كثيرة من خلال هذه 3 سنوات من الحرب والتشرد والعيش في النزوع والخيم والهياكل. طيب، الحكومة العراقية القادمة يعني هنا تواجه اليوم أكثر يمكن من 6 إلى 7 جبهات حقيقة، هنالك أولويات كما تعلم في ظل الديون التي نتحدث عنها، في ظل البيع اليوم للنفط الجيد بالنسبة للحكومة العراقية، لكن لازالت هنالك ديون كبيرة. السؤال الأكبر هنا، أي ما هي الأولويات؟ هل الأولويات أن نبدأ بالفساد؟ هل نبدأ بالإعمار مباشرة؟ أين نبدأ حقيقة؟ ما هي الملفات الأولى التي يجب على الحكومة أن تتصرف بها بسرعة من أجل وصول إلى نتيجة إيجابية في ظل قراءتكم للموقف اليوم؟ أنا ذكرت لك أستاذ أحمد في بداية حديثي يجب أن ننطلق من 3 ملفات مهمة: ملف الفساد، ملف الخارجية الدولي، والملف الأمني. إذا استتب الأمن وأوقفنا الفساد وتحسنت علاقتنا بالدول العربية والمجاورة والدول الإقليمية، سنمضي في معالجة بقية الملفات وبعدها نبدأ في الإعمار. يعني إذا أنت ماكو أمن أكيد ما راح تجي الشركات الاستثمارية حتى تعمر لك، وإذا كان أكو فساد حتى لو بعت نفط مليارات الدنانير أيضا راح يسرق. وإذا ما عندك علاقات دولية جيدة مع المحيط الإقليمي مع الدول العربية أيضا لا تستطيع العمل، لأنه الدول المجاورة لا يمكن لها أن تساعدك. إذن هذه 3 ملفات التي أشرت لها ستكون هي المنطلق لبقية الملفات الأخرى. طيب، لكن دكتور عباس، يعني ألا تعتقد بأن اليوم الأمن نوعا ما مستتب؟ يعني تخلصنا من تنظيم داعش الإرهابي، ما يحدث اليوم من قتل وجرائم هنا وهناك هذا أمر تتولاه وزارة الداخلية، واليوم كان إعلان كبير جدا من السيد قاسم العرجي حول هذا الموضوع، هنالك تحضيرات كبيرة للقضاء على هذه العصابات الإجرامية، لكن بشكل عام يعني الأمن ليس كما هو في قبل 2 أو 3 سنوات. أيضا العلاقات الدولية والإقليمية هي جيدة نوعا ما، يعني الدكتور حيدر العبادي خلق الكثير من العلاقات الودية والجيدة والطيبة إذا كانت مع أمريكا أو مع إيران أو مع تركيا أو غيرها من الدول. الموضوع هو الفساد يبقى، والفساد يعني الحرب ضد الفساد كما تعلم قد تحتاج البعض يقول إلى حتى أكثر من 10 سنوات لن نستطيع من حال هذا الموضوع. يعني ألا تعتقد بأن التركيز على هذه الملفات قد يؤخرنا بعض الشيء من عملية الإعمار والبناء التي لحد الآن لم نسمع إلا شركة سيمنز بأنها هي الشركة الوحيدة التي ستقوم ببعض الإجراءات والمشاريع، لم نسمع أي شركة أخرى حقيقة. ألا تعتقد بأن الأمر مقلق قليلا في هذه الفترة بالنسبة للشركات والاستثمارات؟ طبعا أكيد الشركات الاستثمارية إذا ما توفر لها غطاء أمني وغطاء مالي وأيضا الفساد يجب أن يحجم لا تستطيع العمل، لأن معظم الشركات اليوم تريد أرضية تشتغل عليها. يعني لازم هذه الشركات عندما تأتي تجد كل أجواء المناخ التي تعمل فيه، يعني يحتاج لها أمن، يحتاج لها مبالغ، يحتاج لها يعني استراتيجيات وعمل لوجستي حتى تستطيع العمل وإعادة البناء. أنا صح، أنا معك، اليوم الفساد هو يشكل عقبة كبيرة في طريق يعني المنجزات، لكن إحنا إذا بقينا نتحدث فقط عن الفساد ولا نمتلك القوانين ولا نمتلك ردع لهؤلاء ولا نمتلك آلية لمكافحته طبعا صعبة. لكن اليوم أشوف أنه التوجهات، يعني إحنا نستغرق من خلال الواقع، قراءتنا تكون بهذا الشكل. اليوم أنا أرى أنه هناك توجه كبير لدى تشكيل الحكومة بجانب يسير هو مكافحة الفساد، وأكيد ستكون هناك آليات لمكافحته وتحجيمه وحصر ما يمكن حصره من المبالغ، أن تكون بشفافية أن يتم التعامل معها. لأن اليوم كما تعلم سيدي في الجنوب لدينا 9,000 مشروع فقط 1,000 أنجز و8,000 لحد هذه اللحظة لم تكتمل. لولا الفساد ولولا السرقات لاكتملت هذه المشاريع وأصبحت اليوم مثار إعجاب وافتخار لأبناء الشعب العراقي. نعم أنا معك، ملف الفساد ربما يكون عائق، ولكن كما اطلعت على كثير من الآراء وكثير من التحليلات وكثير من الأحاديث أن الحكومة المقبلة ستضع في بالها أول خطوة هو أن تكافح الفساد حتى تمضي، لأن هذا اليوم الفساد يعتبر كالألغام
إن لم يزال لا تستطيع أن تتقدم أي خطوة إلى الأمام. إذن كان معنا من بغداد المحلل السياسي والباحث في الشأن العراقي الدكتور عباس الجبوري، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم ولقناتكم.